الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلماناني باريس بيكو لخزمت قرآنو لخزمت قرآنيش أتينا سر بابتي تشيغرينك كبيوندي بهمو إيمي مروفا وهي كأويش خدي مروفا لقرآن كبروردگار جل جلاله باسي أكاو بنياتي أنيت تسل ديوة ماديكي وهيكلة وتسل ديوة معنويكي بويا أو بابت الزور بجواني قرآن آما جي بي أكات تسبناسيني خلقي يكمو بابا قورك آدم عليه السلام وتسمرو فايتي همو قوناغو همو دوخو همو روشكان باس أكا كأصل فصلي مروف تونا وأبي لباشان تون ما ملو هرسو كود بكات إنسان كأيما بي ألين مروف لا خدي وشكا ولا مادي ألف نون سينا كسي معنا لخوي ورأقري يكميان معناي بديار كوتن كوام مروف ديارا بلام جن لبيش تاوكان وبزرا ياخد أنس بواتاي هو قربوني مروفا بشتكانا و ياخد لبر أوي عهدو بليني بي أدري بلام زور زار ليادي أكا ولفكري أكاد لغير إنسان بشر باس أكري وبني آدم باس أكري كاتك كبشر باس أكري لهمو سياقا كان ما نواتاي همو أو جوانيا كبروردگار جل جلاله بمروفي دايا كاتك كبني آدم باس أكا بيمان علي أصلي مروف تنها يك أصلا كأويج آدم عليه السلام ولا آدم ومروفايتي زياد بوا بوي خلقي مروف دروس كردني مروف يشك لآيتكان خدا جل جلاله سبحانه وتعالى كقناغ بندي بتن قناغ دا تيبا ريوا مروف سردماني كي بسرده هاتيك أصلا وجودي نبوة ونبوة كبروردگار جل جلاله أفرميت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أفرميكاتك ساتك بسر مروف داهاتيا أصلا باسي مروف هر نبوة شتيك نبوة كباسي مروف بكري لباشان الله جل جلاله خلقي كرديا بوي بمروف كان أفرمي أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا آية مروف بيرناكاتوا كبيشتر وجودي نبوة وبوني نبوة بلام إيما خلق ما كرديو وهنايت ما نبون بو يكاتي كتمشاي مروف أكري مروف يكمان هي كبروردگار جل جلاله خلقي أكا ببي أوي نبيا وهبين آفرت كآدم عليه السلام مروف دوم كخلقي أكا ودروستي أكا بياو هي بلام آفردنيا مروفي سيم كخلقي أكا آفرت هي بلام بياونيا كعيسى عليه السلام وباقي دي كي مروف لبياو لنيوان آفرتا وخلقي أكاو دروسي أكاد بوية لقرآن فروردقار جل جلاله كباسمان لبو أكا أفرمي وقد خلقكم أطوارا فروردقار جل جلاله إيوي خلق كرديا أطوارا يعني بتسن دوخو روشيك دا خلقي آدم وخلقي مروف پیدا تی پریا دوخی خلق و دروس کردن دوخی تصویر کردن و وینا چشان و هر وها دوخی نفخی روح تیدا کردن که پروردگار جل جلاله لبشی یکم لآدم دروسی اکات دوخی یکم که آدم علیه السلام که خلق کردن و دروس کردن بچار قوناخ تی پری خلقی آدم بو اوی مروف اصلی خوی بزانی كبروردگار جل جلاله باسي أكا مرحلة قناغي يكم خلق بون ودرز بوني تي لخول
كأو خولي سرزوية كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لهمو خولي سرزوية پروردگار جل جلاله آدمي دروس كردية كأفرمي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب بواتاي قوناغي يكم آدم لخولي سرزوي خلق بوو دروس بوا قوناغي دوم أو خوريك أكريت بقر كفروردقار جل جلاله أفرميت الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين أفرمي السرتاي دروس بوني مروف لقروية لبرتي لبر أوي قر دائما لخولكو لآوكتك الكراوة أو عنصر مادية أساسي وبنتينية لبوها مدروس كراوة كان كبروردقار جل جلاله أفرمي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفرمي لآوة هموشتك من زندو كردو وحياة من بيبخشيوة كواتا أبي أو تراب أو خورا لقر أو تيكال بكري كأكريد بقر كبر ورديقار جل جلاله باسي أكا أو قرش أبيت قرك كتوند بيت ولدزي خويدا برو زور شلي نروى كبر ورديقار فرمي فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أفرمي لقرك أو قرى ثابت توندا لو يوى آدم من عليه السلام خلق كرديا قناغي سيم مرحلو قناغي أويك أو قرى رش هر أقري وهروها بوني شتيك أتيد كفر ورديقار فرمي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بواتاي قريشي رنك تيك توي رش كقناغي سيم بسر خلقي آدم داهات قناغي تارم دروس كردني وكو قرآن باسي أكاد لا دنجيك وكاتك لا كوبيك أديتون دنجي ديك بي أقول لي الصلصال صلصالك وكو فخار وكو كبوايا كاتك هيكلي دروس أبيد كبر ورديقار فرمي خلق الإنسان من صلصال كالفخار فخار بقريك أقول لي كوشك بوبي توا بلام آقري لي درابي بلام أوي آدم عليه السلام تنهاو شكبونوي ببي أوي كآقري لي درابي ألو تار قونا غدا خلقي آدم بخور لباشان قر لباشان أو قر وشك أبي وتند أبي لباشان وكو كوبيش ليدي ورق أبي أو شيوازي هيكلي آدم كبر ورديقار جل جلاله لدوخي يكم باسي أكاد لباشان دوري تصوير كردنو أو صورة دي كبر ورديقار جل جلاله بآدم وبهمو مروفايتي دايا كأفرمي ولقد خلقناكم ثم صورناكم لباش خلق او زفر ورديقار جل جلاله تصويري لبوكر دينا تصويريش جوانترين وباشترين وريكترين صورة شيواز لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بجوانترين شيوا فرورديقار جل جلاله خلقي أكا لباش خلق لباش تصوير كردن أو زفر ورديقار جل جلاله نفخي روحي تي أكا كأفرميت وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نفخت فيه من روحي أويتون هوالشتك أكي بوشي وزفر ورديقار جل جلاله لو هيكلي آدمي كتصويري كرت أو زلب أشان روحي تيأكا أبيت أو آدمي كبر ورديقار جل جلاله سبحانه وتعالى خلقي أكاو ودروسي أكاد أو طوري يكم وزوري يكم لخلقي آدم كنبياوه ونأفرتها بر ورديقار جل جلاله خلقي أكاد خلقي شترك حوايا بياوه بلام آفرتنيا كبر ورديقار جل جلاله لقرآن لسيشوين بيمان أفرميه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لسورة الأعراف أفرميت هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لسورة الزمر أفرميت خلقكم من نفس واحدة
ثم جعل منها زوجها هر سي آيات او من بي علي دروزبوني حواء لآدم عليه السلام بلام تون دروزبونك پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام حواء لپراسوي آدم ودروس كراولوك وحديثك لصحي مسلمة كأفرميت إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها أفرمي آفرت لا پراسوي پياو وخلق كرايا كما بستي بي آدم عليه السلام أفرمي بوشي وازي كأتو أتوي بوشي وازا ناروات يان أوتا أبي تون خلق كرايا بوشي وازا ما ملي لغر بكي يان أبي راستي بكي وا راس كردنوي طلاق دانيتي وجيان لغر نبردنية سريتي بويا مروف لبيني أو دو ما ملي بوشي وازا خلق كرايا ودروس كرايا غوران كاري بسردانايا ابي بوشي وازي كخلق كرايه مروف ما ملي لغر بكا نجم ما ملي لسر تبعاته لسر سرشتي خوي ما ملي لغر بكا او فرمودا وش ما بي علي كحواء لا ادم خلق كرايه لو براس وخلق كرايه بلا راي دوم كعلماء باسي اكنو كبهيزا الين حواء لباقي او قريك لا ادم ما وعليه السلام فروردگار جل جلاله خلقي كرد وبيغمبريش كأفرمي إن المرأة خلقت من ضلع بواتاي جنسي آفرت وكو نمونك بو أوي حاليمان بكا كما ملكردن لقر آفرت سونا نمونكي هنايته وبيغمبر عليه الصلاة والسلام نوك حقيقة حواء لپراسوي آدم وخلق كرابي بلكو لهمو أو قريك أمينيت ولا آدم پروردگار جل جلاله حواء تيدا خلق كردية ودروس كردية او خلقي كما لبابا جورك بي اغوتري ابو البشر كادم ولا داي جورك بي اغوتري حواء لباشان خلقي مروفكان لوانا ودس بي اكا اويش قوناغي عجيب وسرسر هنري هي كقران باسي اكا وزور بوردي وزور بتفصيل اش باسي اكا لو تاركان داهاتو ان شاء الله باسي باقي ديكي خلق اكين يا ربي خدا عفو ما مكي يا ربي خدا لما خوش بي يا ربي خدا هدايات من بدي يا ربي خدا رحمات وبركات وسكنات خد بسر دلو درون من دابريجي بسر خاك ولات من دابريجي يا ربي خدا هر كسي خير وخوشي او خاك ولاتي او دين وجيني او ملتي او برگري لبكي هر كسي ناري شي ناتباي لبو او خاك ولاتي او لبو دين وجيني او ملتي او او خرابي بسر خويدا بجري ويا رب العالمين يا ربي خدا اويلنا وما انا نخوش يا ربي خدا شفاي بدي يا ربي خدا اوانين خوش ان هي شفايا بدي يا رب العالمين اقول ما تسمعون فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وصل اللهم وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله أوصيكم بوصية الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا سجينا إلا فككت أسره. اللهم اجعل الأمن والأمان والاستقرار في كردستاننا وبلادنا وسائر بلاد الأرض. اللهم واجعلها رخاء سخاء آمنا مطمئنا وعامرا بالإيمان. اللهم رحمتك وغفرانك وحفظك وبركتك على من أنشأ هذا المكان، وعلى أهليهم، وعلى من ساهم في إنشاء هذا المكان، وعلى من يساهم في إنشاء هذا المكان، وعلى من خدم ويخدم هذا المكان، ومن يقيم فيه بالصلوات ويعمره بالعبادات. أقم الصلاة، والله يعلم ما تصنعون.